في أحد الأيام ذهب علي إلى صديقه وأخذ منه بعض المال وقام بالاحتفاظ بها في جيبه وقام بتوديع صديقه وذهب إلى بيته وفي أثناء سيره سقطت النقود على الطريق ولاحظ أن النقود سقطت من عليه وفي هذه الأثناء كان أحمد ينظر من نافذة منزله ثم غادر أحمد المكان وذهب باتجاه الباب وقام بفتح الباب وبدأ ينادي بصوت عالي علي علي ولكنه لم يسمع فبدأ أحمد بالركض باتجاه علي وعندما أدرك أنه لم يسمع عاد إلى مكان سقوط المال ونظر إليها ثم قام بأخذ النقود عن الطريق وعاد مرة أخرى بالركض باتجاه علي وهو يحمل النقود وكان يريد إعطاء النقود إلى علي ثم انتبه علي على أحمد وهو يناديه فتوقف علي عن المسير وقام أحمد بإرجاع النقود إلى علي وقام علي بشكر أحمد على صدقه.